ينضم إلينا من مارسيليا مراسل القاهرة الإخبارية خالد شقيرة. التفاصيل النهائية معك حول نتائج هذه الانتخابات والخطوات اللاحقة لها. نعم محمد، بعد التحية، بعد ساعة من الآن سيتقدم جابرييل أتال باستقالته رسميا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. هذا واستيقظت فرنسا على برلمان جديد وصلت فيه جبهة اليسار الفرنسية الرابح الأكبر، اليسار الشعبي هو الرابح الأكبر إلى 182 مقعد، ثم جاء في المركز الثاني تحالف معا من أجل الجمهورية للرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي في المركز الثالث ب 163 عضو، ثم 143 عضو للحزب التجمع الوطني أقصى اليمين. محمد، الجميع يتحدث صباح هذا اليوم على توقعات التي كانت بتعطي أقصى اليمين الأغلبية النسبية، وأكدت على أن التحالف الجمهوري والذي دعا إليه الرئيس الفرنسي كان نتيجته هزيمة التجمع الوطني. وأيضا أظهرت الصحف الفرنسية بأن إذا كان أقصى اليمين خسر الأغلبية النسبية، إلا أنه كثرت أعداد نائبي داخل البرلمان الفرنسي بحوالي 86 عضو زيادة عن عدد أعضائه في البرلمان السابق. إذن نحن أمام بصورة أو بأخرى انتصار يعني حقيقي لأقصى اليمين، حتى وإن يعني لم يستطيع الفوز بالمركز الأول وجاء ثالثا، ولكن أعداده في تزايد مستمر، لأول مرة يتخطى نسبة 100 عضو منتخب داخل البرلمان الفرنسي. التساؤلات محمد صباح هذا اليوم عن ماذا بعد، يعني هذا هو السؤال. الكرة الآن في ملعب الرئيس الفرنسي الذي يعطيه الدستور الحق في تغيير أو المطالبة بتعيين رئيس للوزراء، ولكن لم يحدد وقتا معينا لهذا الإعلان. من المرجح محمد أن يتم طلب من جابرييل أتال استمراره في مهمته حتى شهر سبتمبر القادم، وبصفة خاصة أن فرنسا يعني قبل 3 أسابيع من الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس وبعض من المدن الفرنسية. ما الذي تناولته الصحف الفرنسية خالد؟ لأن هناك ربما عناوين كانت مختلفة، منهم من رأى صدمة لليمين، منهم من رأى صمود لتحالف الرئيس ماكرون، منهم من رأى تقدم واسع من اليسار. فما كانت أبرز هذه العناوين وأيضا حول مستقبل فرنسا في الفترة المقبلة وسط هذه التحديات الكبيرة؟ التحالف معا استطاع قبل قلب الطاولة بانضمامه إلى التحالف اليساري الشعبي، هذه بعض من العناوين. فماذا بعد؟ من سيحكم؟ كل هذه هي العناوين. ماكرون أكبر الخاسرين بنسبة الأعضاء الممثلين لأحزاب الوسط داخل البرلمان، بالرغم من أنه جاء ثانيا، إلا أن هناك خسارة 68 عضو من أعضائه لمقاعدهم، وجاءت هذا نتيجة للانسحابات التي حدثت من أجل أن يفوز اليسار. أكبر الخاسرين ماكرون وحزبه، وأكبر الفائزين اليسار. وبالرغم من أن اليمين المتطرف أو وسط اليمين أو التجمع الوطني حصل على المركز الثالث، إلا أنه بصورة كبيرة تم التركيز
على الأعداد الكبيرة التي وصل إليها لأول مرة في تاريخ الجمهورية الفرنسية يكون من حزب التجمع الوطني أقصى اليمين أكثر من 100 عضو، 143 عضو على وجه التحديد. وأيضا بعض الصحف الفرنسية تحدثت عن الأزمة التي يمكن أن يتسبب فيها وجود ثلاث كتل على مقربة من بعضهم البعض. ليست هناك فوارق كبيرة محمد بالنسبة لأعداد الفرق بين الكتلة مثلا اليسارية وكتلة ماكرون 20 عضوا، وبين الكتلة ماكرون وكتلة مارين لوبين 20 تقريبا عضوا أيضا. فإذا الأنظار تتجه محمد إلى قصر الإليزيه بعد أقل من ساعة لمعرفة ماذا سيعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما يتقدم إليه جابرييل أتال باستقالته، والأنظار أيضا ستنتظر 18 من هذا الشهر وهو موعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الفرنسي الجديد. محمد كان من المنتظر أن يكون هناك آخر اجتماع للحكومة الفرنسية اليوم، ولكن لن يكون هناك اجتماع للحكومة الفرنسية. الرئيس الفرنسي يستعد للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات حلف الناتو. وطبعا الصحف الفرنسية أكدت أيضا على ردود أفعال المرحبة وأيضا والتي دعت إلى الفرحة لهزيمة ماكرون مثل الصحف الروسية، والمرحبة مثل الصحف الإسبانية ورئيس الوزراء الإسباني الذي أرسل برقية تهاني لليسار الفرنسي.